السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم غدوة كده على السريع، لو انتي ما عندكيش حاجة تعمليها، ما انتش عارفة هتعمليها على الغدا، حاجة سهلة جدا. هتعملي فطير، ولو عندك شوية كبد أو قوانص كده فاضلين، كبدتين تلاتة على قنصتين، هتحط عليهم بصل كتير وتعملهم خلطة حلوة كده تحشي بيها الفطير، وهيبقى ايه منه فيه كده زي ما بيقولوا غموس، ومنه فيه هيبقى طعمه لذيذ جدا وحاجة كده مختلفة وحلوة قوي، وهتعدي بقى اليوم. تعالوا بقى نشوف المكونات معايا ايه. انا عندي كمية دقيق على حسب الكمية اللي هتعمليها، يعني انا دول حوالي كيلو ونص عملولي، اللهم صل على محمد، 4 فطاير كبار حلوين كده ما شاء الله، حلوين يعني اتغدينا وتعشينا كمان. حطيت عليهم معلقة من السكر ومعلقة من الملح بس، وهزودي بقى المية شوية بشوية، مش هتحط اي حاجة تاني خالص، هي ده عجينة الفطير، لا خميرة بقى ولا لبن ولا زيت ولا اي حاجة خالص، هو الدقيق ومعلقة سكر ومعلقة ملح، او الملح على قد برضو كمية الدقيق عندك وبس، وهتعجني بالمية. هتحطي المية شوية بشوية، ما اقدرش طبعا اقول لك كمية مية محددة للدقيق، زي ما قلت لك قبل كده الدقيق مش زي بعضه، يضحك عليك اللي يقول لك الكيلو دي بياخد كام كوبايه ميه او كام لتر ميه، لا لا يضحك عليك بصراحه، عشان اي دي مش زي التاني ماشي. فانت هتحطي وتعجني لغايه لما العجينه هوريها لك دلوقتي، شوفي بقى قوامها معاكي، لما توصلي القوام ده خلاص. اهم حاجه بقى في الفطير انك تعجنيه حلو قوي عشان يبقى له عرق. انا لسه طحنه الدقيق ده امبارح، طبعا انا نزلت لكم الفيديو اللي غسلت فيه الغله وطحنتها في المكنه، انا لسه طحناه يعني طحنته وجيت امبارح على المغرب كده، وصبحت الصبح بعمل فطير. هو المفروض كان ساب كمان يوم يوم او كده تهدى شويه كده، ما يبقاش الدقيق سخن، يبقى مفرول كده في الحاجه، اللهم صل على سيدنا محمد. بس انا بقى ما صبرتش قلت اعمل على طول فطير، بس طلع حلو برضو. واستحسن لو انت هتطحن الدقيق عندك في البيت سيبيه كده يومين لما يهدى وبعدين تشتغلي منه، عشان ما يبقاش سايح كده معاكي. المهم انا جبت الدقيق حطيت عليه زي ما قلت لكم الملح والميه والملح والسكر، وهحط بقى الميه شويه بشويه وتعجني بقى زي ما قلت لك. كميه الدقيق بتختلف، كميه الميه بتختلف على حسب نوع الدقيق. المهم العجينه قدامكم اهي، بعد ما عجنتها وخلصتها وسبتها ترتاح شويه كمان، هجيب بقى اللهم صل على سيدنا محمد صاج كده او اي حاجه هنكور فيه العجينه ونحطها فيه. هدهنه طبعا سمنه عشان العجينه ما تلزقش فيه، مش هحط بقى دي ولا استعمل اي دقيق دلوقتي خالص. هبتدي اللي انا ايه ادهن، اسفه مش سمنه، زيت، ادهنه زيت وابتدي بقى اللي انا انزل، او سمنه سهله عادي مفيش مشكله، بس انا زيت احسن عشان السمنه ما تجمدش كده يعني فيه ماشي. فابتدي بقى العجينه، انتوا شايفينها قدامكم اهي لينه، عامله زي اللبانه، لينه كده وحلوه ما بتلزقش. ليه ما بتلزقش؟ علشان هي معجونه ومخدومه حلو. هتبتدي بقى تكوري ماشي، هتبتدي تكوري بقى الدقيق، سوري اسفه، هتبتدي تكوري العجينه، هتعملها كور صغيره زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما قلت لكم انا دهنت الصينيه بالزيت، وابتدي ابل ايدي الزيت برضو وانا بكور، كور الكميه كلها بسرعه كده. هي ما شاء الله شويه دي عملوا لي هي كميه حلوه قوي على فكره، دي سهله خالص يعني مش صعبه، مش ومتاخدش وقت زي ما انت فاكره، يعني تقولي ده فطير هياخد وقت، لا لا خالص، اصل خلاص ما عادش الفطير التقليدي اللي انت عارفاه قبل كده بياخد وقت تفردي وتطبقي وتعملي واعملي بالنشابه او البطاطه ويبقى لابس ويبقى عامل، لا 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 احنا بنعمله عجينه لينه خالص تمشي معاكي بسهوله بايديكي كده من غير اي حاجه، من غير بطاطه من غير نشابه، بايديكي كده هتبص تلاقيها ماشيه تحت ايدك على الرخامه، حلوه قوي، وهتبقى كمان كور صغيره كده مش كبيره، وفي نفس الوقت تقدري انت برضو تحكمي في حاجه من الفطيره بعد كده. خلاص انا كورت كله وغطيته بتاع اللهم صل على سيدنا محمد بفوطه نظيفه. هبتدي بقى اللي انا اعمل في الحشوه اللي هحشي بيها الفطير. انت ممكن تحشي اي حاجه، لحمه مفرومه اي حاجه، بصي المتوفر عندك في الثلاجه اعملي بيه، ما تروحيش تشتري حاجه مخصوص. انا كان عندي كبد وقوانص قطعتهم وصلتهم كويس او قطعتهم، وعندي بقى التوابل بتاعتي اللي هي ايه اللهم صل على سيدنا محمد، بابريكا،
اللهم صل على محمد، ملح، فلفل اسود، بهارات، اللهم صل على سيدنا محمد، وطبعا بصلتين كبار كده حلوين يعني محترمين يعني كده مقطعاهم، وفلفل، فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل الوان المتوفر عندك. انا ما كانش متوفر عندي غير الفلفل الاخضر. فبتعملي ايه؟ فاول ما تنزلي بيها تحت السمنة في الزيت تنزلي بمعلقة خل عليها، حتى طبعا انت عارفين الخل مطهر ومعقم وبيقتل البكتيريا اصلا، اي حاجة في اللحمة هتموتها لك، وحلو هيضيع ريحة الزفارة منها. ماشي، اول ما الكبد والقوانص تغير لون وتبصي تلاقيها ابتدت كده تستوي معاكي، هتدخلي هتنزلي بقى عليه بالبصل وبالفلفل بقى الالوان، فلفل اخضر، فلفل احمر الموجود عندك. ماشي، يبقى انتي شوية زيت في الطاسة او الماء سخنه حلو قوي، هتنزلي عليهم بالكبد والقوانص او باللحمة المفرومة، وبعد كده تحطي معلقة خل عشان الزفارة، وبعد كده هتنزلي بقى بالبصل والفلفل المقطع عندك احمر اخضر الوان زي ما تحبي زي المتوفر عندك اعملي بيه. هحط بقى البهارات بتاعتي، رشة بقى جوز الطيب من ضمن البهارات دي، فيه رشة جوز الطيب تبقى حلوة، تخلي كده ريحتها حلوة وكده. تدي بقى تقلبي وتهدي عليه النار وتغطيه وتسيبي بقى يستوي خالص براحته. بصي بقى، لو انت الكبد بتاعتك زي عندي كده كبد ذكورة بط وكبد بط كبير بط، يعني تبقى كبد والقوانص بتاعتها جامدة، الكبد بيستوي بسرعة يعني، اي كبد بتستوي بسرعه. المهم في القوانص، القوانص لو بتعيدها يعني هتغيب عندك في الطياب، فانت ايه بزودي شويه ميه وهدي عليها النار، وبعد كده استني لما تشرب الميه خالص، هتشرب الميه خالص وهترجع كانك ما حطيتيش ميه خالص. ماشي، انا خلاص استوت معايا الكبد، سبتها بقى على جنب، وهبتدي بقى ان انا افرد في الفطير بتاعي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هبتدي بقى، طبعا انا ما قلتلكوش اللي انا جبت هنا معلقتين كبار سمنه على برضو شويه زيت، سمنه بلدي بقى، سمنه عاديه اي المتوفر عندك، اي ماده دهنيه، زبده زي ما تحبي، اي ماده دهنيه عندك تسيحها على البوتاجاز، وبعد كده هتبتدي ان انت تفردي في الفطير. الرخامه تكون منضفاها كويس او غسلاها ونضيفها يعني خلاص العجين. هتبتدي بقى تحط شوية من المادة الدهنية اللي عندك، شوية على الرخامة وشوية على كرة العجين كده، تفردي بقى بايدك. هبصي بتتفرد بكل سهولة، ما تخافيش بقى لو حاجة اتقطعت معك عادي، كله هيتداري ولا كأن حاجة مقطوعة، وهيبقى كله رقات وحلو ما شاء الله، يبقى حلو قوي معاك. جربي اعملي كل حاجة بقى في البيت، انت لو تشتري الحاجة دي بقى من المطاعم، في مطعم بتعملها طعم البيتزا ومعرفش ايه وكده، بتتباع غالية يعني خالص، فانت اعملي كل حاجة عندك في البيت، انت ما خسرتيش غير شوية دي بس. اللهم صل على سيدنا محمد، واي حشوة موجودة عندك في البيت ماشي، شوية دي وشوية مية، اعملي احلى اكله. شايفين انا عملت ايه؟ انا بعد ما فردت ابتديت ان انا اطبق، انا كنت نسيت هنا وطبقت، انا كنت عامله واحده زيها قبل كده، هحطها بقى في قلبها واطبق عليها اللي انا حطيتها في قلبها دي. معلش المقطع اتشال مني، واحده فردتها عادي زي ما انا فردت اللي دي قدامكم، وبعدين لفتها زي الكوره، طبقتها كده ولفتها كوره وخليتها بجنب. تعملي بقى تفردي واحده تانية، تاخدي الكوره اللي انت عملتها الاول وتدخليها ايه في قلبها، وتعملها كلها على بعض كرة تاني وتخليها في جنب. هتفردي كمان واحدة زي ما انا هفرد دلوقتي،
هتفرديها برضو، وبعدين بعد ما تتفرد معاكي هتجيب هتطبقيها شوية، وبعد كده هتجيب الكور اللي انت عاملاهم قبل كده، اللي انت فرداهم قبل كده ومكوراهم، هتحطوها برضو في قلبهم وتعملي عليها برضو تطبقي عليها. المهم لغاية لما تكبري الكورة معاكي على قد الصينية اللي هتعملي فيها. انا هعمل في صواني صغيرة يعني كده، هي صواني متوسطة الحجم، مش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي، فانا هعمل على قد حجمها. اللهم صل على سيدنا محمد. انا بصراحة ما عدتش كم كورة، انا جت معايا كده بالنظر، بس هي بتهيألي كانت اللهم صل على سيدنا محمد حوالي 6 7 كور كده في قلب بعض. ماشي، يعني كل فطيرة بتهيألي كانت 6 7 كور حاجة زي كده. وزي ما قلتلك ما تقلقيش لو حاجة اتقطعت منك، عادي مش هيبان في الفطير، ما بيبانش. دي اللي انا كنت عاملاه قبل كده، مطبقه قبل كده، هطبق عليه زي ما انتم شايفين كده. على فكره كمان زي ما قلت لكم، انا اكمني كنت لسه طحنه، فدي سايح معايا، كانش ليه عرق كده، يعني مكانش عرقه حلو. انا مش عارفه بقى اكمني انا كنت لسه طحنه وكان الدقيق سخن، المفروض كنت سبت يومين، ولا اللهم صل على سيدنا محمد، ولا نوع الدقيق اللي احنا جايبينه ده مش حلو، مش عارف نوع الغله نفسها القمح يعني مش حلو، مش عارفة. بس انا يعني ماما قالت لي اللي هو اكمني انت بس اشتغلتي بيه على طول، هو لسه سخن كده بيسيح. المهم يعني هو كان حلو، ما كانش وحش، لا ده هو بصراحة كان حلو، كان طعم قوي بجد، كان حلو حلو والله، كان طعم وطعمه جميل بصراحة. ماشي، فانتي اللهم صل على سيدنا محمد، وصفة سهلة جدا، مش عايزه اي من مش عايزه منك يعني مجهود، يعني زي ما انت متصوره فطير ومجهود، لا 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 مفيهاش اي مجهود خالص. معلش انا بطول معاكم في الفيديو بس علشان خاطر تشوفوا كل حاجه بقى قدامكم، زي ما قلت لك عشان يبقى كل حاجه قدامك كده، وايه اللهم صل على سيدنا محمد، ما يفوتكش حاجه وما فيش حاجه تقف قدامك. معلش انتي تعالي على نفسك واسمعي الفيديو كله عشان تشوف التفاصيل، اهم حاجة التفاصيل اللي جوه الفيديو هي اللي بتخلي الحاجة تطلع معاك كويس. معلش بقى انا اسفة على الخطأ الفني بقى اللي بيحصل معايا النهاردة، بصراحة كل شوية الكاميرا تتهز مني، فالصورة بتروح وتيجي تتهز كده، بس ان شاء الله هثبتها بعد كده. ايديا بقى كانت كلها زيت وكده سمنه وكده، فبصراحه كانت حاجه كده يعني في التصوير حاجه متعبه. انا بفرد معاكم تاني اهيت عشان تشوفوا ازاي بتتفرد بكل سهوله من غير لا بطاطه ولا اي حاجه، وبتبقى بصراحه يعني رؤيه خالص. احنا محضرين الكبد والقوانص عشان هنحشي على طول. شايفين ده انا عملتها كرة اهي، ده الكرة بقى انا عملت واحدة، لان الكرة اللي في الاول خالص ما كانتش ظهرت اهي. خلاص انت هتفردي بقى غيرها وتحطي دي جواها، تفردي غيرها وتحطي جواها كده يعني. ماشي، هنجيب بقى الصينية اللي هنعمل فيها اللي هتدخل الفرن، هدهنها طبعا مادة دهنية، دهنتها زيت، وهبتدي بقى اجيب اللي انا كنت عاملاه، كنت فرداهم طبقاه وحطاها كام كوره كده ببعضهم، هفردها كده بايدي وابتدي ان انا احشيها بقى من جوه والمها تاني. ابصي زي ما قلت لك الحشوه على حسب الرغبه، اي حشوه انت حباها بتبقى حلوه معاكي، تحبها يعني تحب طعمها هتبقى حلوه ان شاء الله باذن الله، مش حاجه تبقى وحشه ابدا طالما عامله كل حاجه في بيتك كده بنضافه في البيت. وكمان تكوني عامله الحاجه بحب، هتطلع حلوة قوي قوي يعني معاكي ان شاء الله بإذن الله. خلاص حطيت كمية من الكبد، ما شاء الله عملوا كمية حلوة معايا يعني، كبد وقوانص او لحمة مفرومة المتوفر عندك. هبتدي بقى اللي انا ايه اطبق واجيب الصينية بقى واشيلها واحطها بقلب الصينية. معلش الكاميرا كانت اتحركت مني بشوية دول، فانا المقطع ده ما تصورش. خلاص شلتها وحطيتها في قلب الصينيه، فرديها بقى بايدك، ما تنسيش حط اللايك بقى، فرديها بايدك كده
هتتفرد في الصينية بكل سهولة، وبعدين على وشها بقى شوية سمنة أو قشطة، استحسن لو عندك قشطة يعني. خلاص ودخلتها بقى الفرن، استوت زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما استوت حلوة اوي، فتحتها معاكم اهي، حلوة تمام مية مية. ياريت بقى تعجبها الفيديو وتشترك معايا في القناة لو انتي مش مشتركة، فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. زي ما قلتلك شعرنا الجاي